السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياسبلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبة جي تي اي 5. في حلقة اليوم سنلعب قليلا في جي تي اي اونلاين، وسنقوم بعمل بعض من المهام الخاصة باشهار نايت كلوب لكي نستطيع اصدقاء ربح المال من نايت كلوب. بالنسبة لهذا التحديث الاخير صراحة لم يعجبني كثيرا. العديد منكم قال لي بان اجرب النخب الذي ثمنه 150 الف دولار. لقد جربته يا شباب وراء من الكاميرا، لم اجربه في الكاميرا، وهو هذا النخب اسمه البلوتر تشامبين دايموند. لا يوجد تقريبا فرق بينه وبين بلوتر تشامبين سيلفر او الجولد. سنختار الدايموند. لاحظوا يا شباب، الشيء المخالف هو نوعية هذه الزجاجة. هذه الزجاجة فيها تقريبا تلك الاشياء تشبه الدايموند. من الممكن ان هذه الزجاجة هي من الدايموند، مصنوعة يعني من الدايموند من الالماس. المهم ما عليكم فعله فقط هو الضغط على الشيك على هذا الشكل، وبعدها في امكانكم رميه يا شباب على الناس. اذا كنتم مثلا دخلتم مع اصدقائكم للنايت كلوب ففي امكانك رامي هذا النخب على الناس. وهكذا يا أصدقاء تقريبا، وهكذا قمتم بتضيع 150 ألف دولار. مبروك عليكم، ذهبت 150 ألف دولار هباء منثورا. فقط ذهبت 150 ألف دولار هباء منثورا. خذي أنيستي حسنا، وستشربون هذا النخب وبعدها لن يحدث أي شيء، ضيعتم فقط 150 ألف دولار وستحصلون كذلك على القليل من الإير بي. بالنسبة لهذا التحديث الأخير صراحة بعدما لعبته كثيرا، تقريبا لقد لعبت أكثر من 4 ساعات في هذا التحديث الجديد، وجدت بأن هذا التحديث هو تقريبا أسوأ تحديث قام شركة روكستار جيمز بنشره. الشيء الرائع في هذا التحديث هو الملهى الليلي، الناس يدخلون ويرقصون إلى آخره، لكن لا توجد مهام كثيرة مع الأسف. لا توجد مهام كثيرة في هذا التحديث، ويجب عليكم العودة كل أسبوع إذا كنتم تريدون مثلا اختيار دي جي آخر. هذا صراحة ما قالوه في أحد المنتديات، لكني لست متأكد بطبيعة الحال. هذه الأمور سنكتشفها إن شاء الله في الحلقات القادمة. من الممكن أن أتوقف عن لعب هذا التحديث لأن مع الأسف لا توجد أي أشياء جديدة، وهذا صراحة ليس من مصلحتنا. التحديث الأخير الذي كان رائع جدا فهو تحديث دومز داي هايست. أنا عندي 70 ألف دولار، لا عندي فقط 40 ألف دولار. سأقوم بأخذ 40 ألف دولار لكي أظهر لكم الطريقة التي يجب عليكم فعلها، وأنا متأكد بأن العديد منكم يعرفها. ما عليكم فعله فقط المجيء الى هنا اوبن سيف. ستلاحظون بان المال ها هو يا اصدقاء سيكون موجود امامكم، فقط اقتربوا له. نعم، وبهذه الطريقة فإنكم ستستطيعون أخذها. استطعت أخذ 40 ألف دولار من السيف. الآن سأعود للحاسوب لكي نقوم بعمل المهام الخاصة بنا. البار الخاصة بالpopulation لقد نزلت. سندخل على السريع للحاسوب، سنأتي إلى هنا للنايت مانجمنت. انتظروا أولا أرى الجودس. عندنا تقريبا 4/7، 3/19، 4/4، ممتاز، لكن نحتاج لجمع مزيد من الجودز لكي نستطيع يا اصدقاء بيعها. وستلاحظون كذلك بان الديلي انكم لقد انخفض. كنت اربح كل يوم 10 ألف دولار، بعدما انخفضت البوبيلاريتي اصبحت اربح فقط 9 ألف دولار. لهذا من اللازم عليكم عمل بروموت كلوب دائما لكي تضمنوا ربح 10 ألف دولار كل يوم. جميل جدا، كونفيرم. هذه المهمة فإنها جديدة، لا أعلم ما الذي يجب علي فعله. delivered supplies to the night club. أوه، علي إحضار supplies للنايت كلوب. جيد. thank you my friend Tony، لقد فهمتك الآن. ممتاز، علي الآن الذهاب وأخذ تلك السيارة لكي أستطيع إحضار تلك الجودز للنايت كلوب. وبهذه الطريقة فإننا سنستطيع رفع البوبيلاريتي. هل سترتفع 100%؟ لست متأكد، لأنني تركتها لكي تنزل كثيرا ولكي نقوم بعمل هذه التجربة معكم يا أصدقاء. أم هل يجب علي القيام بعمل مهمتين لكي أستطيع رفع البوبيلاريتي؟ كل هذا إن شاء الله سنكتشفه في حلقة اليوم. سأنزل هنا لكي أحصل على البوست. هيا، ممتاز، أحسنت. سأنزل هنا فوق من هذا الجبل لكي أحصل كذلك على البوست. أحسنت، صراحة أحب هذه الدرجة النارية، رائعة جدا. في إمكانكم الطيران فوق الجبال، في إمكانكم تنقل من مكان لآخر بسرعة أكبر. لهذا السبب فإن هذه الدرجة أعجبتني. سأنزل هنا، ممتاز، Let's go. حصلت على البوست يا حبيبي، وها هي السيارة التي يجب علي سرقتها، هي موجودة هناك قرب من ذلك السطور. حسنا، أوه لا لا لا، مشكل، هل سأموت؟ الحمد لله لم أموت. لقد نسيت يا شباب وقمت بقفل الأجنحة، لهذا السبب لقد طارت درجتي للسماء. هي الجودز، جيد، كولكت سبلاي. سنسرق مرة أخرى للبيبواسر، وهي الشامبينز وتلك الأمور الخاصة بالشرب. حسنا، مثل هذه المهمة لقد قمنا بفعلها أصلا، لهذا السبب قلت لكم بأن هذه المهام فإنها تتكرر. تقريبا قمت بعمل 3 مهام الآن. قمنا بسرقة هذه الشاحنة الممتلئة بالبيبواسر وهي المشروبات، وقمنا بالمهمة الأخرى الخاصة بالإشهار بواسطة الهليكوبتر عندما نطير في السماء ونقوم برامي الفلايرز، وقمنا بمهمة أخرى وهي إحضار أحد المشاهير قام رجال الشرطة بإمساكه، قمنا بإحضاره للنايت كلوب. وهكذا في
فإن الناس جاءوا ودخلوا للنايت كلوب لأنهم يريدون الالتقاء بذلك الشخص المشهور. هذه هي ثلاثة نوعيات من المهام التي في إمكانكم القيام بها، ولا أتوقع بأن هناك مهمة أخرى لأنني قمت بالعديد من المهام الخاصة ببروموت كلوب، وكلما أقوم بعمل مهمة فإن أحد هذه المهام هي التي تظهر لي فقط. ولا تنسوا أن تقولوا لي رأيكم في هذا التحديث الجديد. بالنسبة لي أنا بعدما جربته ولعبت فيه لأكثر من 4 ساعات مع الأسف لم يعجبني كثيرا، لا توجد فيه العديد من الأشياء المميزة. كنت أتمنى لو أن في إمكاننا الحصول مثلا على حبيبة وسط من نايت كلوب. يجب عليكم مثلا القيام بمهمة خاصة بالرقص، وبهذا فإنكم ستحصلون على رقمي الهاتفي، لكن هذا مع الأسف لم يحدث يا أصدقاء، وأتوقع بأن لن يحدث. كنت أتمنى كذلك أن تكون عندنا مهام أخرى رائعة، مع الأسف لا توجد تلك المهام عندنا، فقط نايت كلوب. قمنا بشراء فقط أولئك الأشخاص لكي يحضروا لنا تلك السلع، وأولئك الأشخاص فإنهم يتأخرون كثيرا في إحضار السلع، ولقد اكتشفت بأنهم لا يعملون. إذا خرجتم من اللعبة فإن الأمور تتوقف، يجب عليكم اللعب كثيرا في النايت كلوب لكي يقوم أولئك الأشخاص بإحضار السلع لكم. إذا لم تدخلوا الجيتي أونلاين فإنهم لا يعملون، وأنا أعرف لماذا شركة روكستار جيمز فعلت هذه الأمور ببساطة، لأنها تريد من الناس أن يعودوا ويضيعوا العديد من الوقت في جيتي أونلاين، لأنها بهذه الطريقة شركة روكستار جيمز ربح المال. لكن الشيء الذي لم تعرفه شركة روكستار جيمز هي أنها ستخسر العديد والعديد من اللاعبين كذلك. بالنسبة لي أنا لن ألعب كثيرا في جيتي أونلاين، سأتوقف هنا وسألعب فقط في أوقات الفراغ، لأن هذا التحديث الأخير بعدما اكتشفته لم يعجبني كثيرا مع الأسف. لقد قمت بإحضار الشاحنة. يا شباب ممتاز، لقد جاءت لهذا المكان، عندنا مزيد من السلع. الآن سأصعد للحاسوب الخاص بي لكي أرى البوبيلاريتي، هل صعدت لـ 100% أم صعدت فقط لـ 90%. عندي 10,000 دولار في الويل سيف، جميل جدا، استطعنا إدخال 10,000 دولار أخرى. نايت كلوب مانجمنت، نعم لقد صعدت قليلا فقط، صعدت تقريبا لـ 95%. كيرنت ديلي إنكم، أستطيع ربح 10,000 دولار الآن. سأقوم بعمل بروموت كلوب بعد 5 دقائق، لا أستطيع القيام بها الآن، يجب علي الانتظار قليلا. نحن ننتظر شركة روكستار جيمز لكي تتركنا ولكي نستطيع فتح مزيد من الدي جيز، لأننا الآن لا نستطيع. كذلك إذا قمتم بالرقص فإن البوبيلاريتي الخاصة بالنايت كلوب ترتفع يا شباب. نعم يا أصدقاء، وهذا صراحة شيء رائع جدا، إذا قمتم بالرقص فإن البوبيلاريتي ترتفع. سأتي إلى هنا وسأضغط على E لكي أبدأ في الرقص. ممتاز، ليتس جو، يا سلام عليك. بالنسبة لي طريقة الرقص لقد عرفتها الآن، أستطيع الرقص بدون أي مشاكل، أستطيع الدوران على هذا الشكل، الرقص بهذه الطريقة كما تلاحظون، أستطيع رفع البيت، اكتشفت تقريبا الأزرار، أستطيع عمل الرقص الخاص بي بهذا الشكل، لقد غيرت الرقصة، ممتاز. أستطيع كذلك تغيير الرقصات، إذا اخترت مثلا هكذا، لاحظوا، لاحظتم، أستطيع تغيير طريقة رقصي على هذا الشكل، ممتاز. هذه هي الرقصة الثانية. حسنا، هي يا أصدقاء كما تلاحظون الأمور صراحة فإنها كثير، هناك العديد من الرقصات التي في إمكانكم فعلها. سأقوم بإنزال البيت، ممتاز، وسأغير الرقصات، لاحظوا اخترت هذه الرقصة الأخرى، لاحظتم كيف يفعل، سأرفع البيت، هي صراحة طريقة رقصنا فإنها غريبة جدا. حسنا، سأدور قليلا على هذا الجانب، سأرفع البيت مرة أخرى، حسنت، ليتس جو ليتس جو، موسيقى صراحة فإنها رائعة. سأخفض البيت وغير الرقصة مرة أخرى، جميل جدا، أرفع البيت، جيد جيد جيد، أحسنت، لقد رفعت الصوت كثيرا، الناس يرقصون بطريقة رهيبة جدا هناك في الأسفل، لاحظتمهم، أحسنتم أحسنتم، رفع البيت مرة أخرى، ليتس جو بيبي بايز، سأغير طريقة الرقص، هيا، جيد جيد جيد. عندنا تقريبا 4 طرق خاصة بالرقص بإمكانكم تغييرها يا أصدقاء كيفما تشاءون، عندنا هذه الطريقة كذلك، ممتاز. هناك العديد من الأمور المميزة التي في إمكانكم القيام بها، وإذا استمرتم تقريبا في الرقص ورقصتم ما يقارب 6 ساعات فإنكم ستحصلون على تروفي، لازلت لم أشاهد أي شخص قام بالحصول عليه. بالنسبة للتروفي إذا حصلتم عليه من الممكن أن سيظهر في البيرو الخاص بكم، وهنا كما تلاحظون هذه هي مكان الفي آي بي، في إمكانكم المجيء لهذا المكان والجلوس على هذا الشكل. إذا مثلا رقصتم كثيرا وتعبتم ففي إمكانكم الجلوس، في إمكانكم كذلك تغيير البوز وهي نوعية الجلسة، لقد غيرتها على هذا الشكل، سأغيرها مرة أخرى على هذا الشكل، سأغيرها مرة أخرى، أحسنت،
سأغيرها مرة أخرى. تقريبا هذه أنواع البوست الخاصة بنا. هناك يا أصدقاء بوز أخرى يقوم بوضع رجل فوق رجل. غريب، لا أستطيع القيام بتلك البوز الآن، لكنني قمت بها يا شباب، قمت بها ووضعت رجل فوق رجل، الآن لا أستطيع القيام بها. البارحة توقع عندما لعب جيتا أونلاين جلست هناك، وجدت بأن طوني جالس في هذا المكان وجلست بالقرب منه وقمت بعمل تلك البوز، لكن الآن لم أستطع عملها. البيت صراحة فإن رائع جدا. سنأتي إلى هنا لكي نرى هل في إمكاني القيام بمهمة أخرى خاصة ببروموت كلوب. نعم أستطيع القيام ببروموت كلوب الآن، كنفيرم، وهي لكي نقوم بهذه المهمة. أتمنى أن تكون هذه المهمة جديدة، لا أريد القيام بنفس المهمة. نعم هذه المهمة فإنها جديدة، يجب علي تدمير تلك الشاحنات. Thank you Tony. Request personal vehicle لكي نقوم بإحضار الدراجة الخاصة بنا، ستأتي في أي لحظة. يجب علي تدمير تلك الشاحنات بثلاثة، عندنا توقيت في تقريبا 20 دقيقة. هذه الشاحنة التي سأذهب لها فإنها كذلك متحركة، لا أعلم إلى أين هي متجهة بالضبط لكنها متحركة كذلك. وضعت الوي بوينت في تلك المنطقة لكنها اختفت. حسنا أنا جي ممتاز. انزل هناك. سأنزل لأنني أريد استعمال ستيكي بومبس. جميل جدا، استعملت ستيكي بومبس. بوم، الشاحنة الأولى تم تفجيرها بنجاح. الآن سأتجه نحو الشاحنة الثانية، أين هي في الخريطة؟ هي موجودة هناك. هي موجودة قرب من نايت كلوب الخاص بنا. حسنا هي لكي نتجه للمكان. ها قد اقتربت من الوصول للشاحنة الثانية، الآن بقيت تقريبا 15 دقيقة. هي ممتاز ممتاز، سأسبقها. جيد، وسأتوقف. سنقوم بعمل نفس الاستراتيجية يا أصدقاء، لا تقلقوا. سأضع ستيكي بومبس، سدد علي ذلك الشخص لكن ذهب. الآن سنتجه نحو الشاحنة القريبة منا. أين هي الشاحنة القريبة؟ لقد ابتعدوا. عندنا شاحنة هنا، عندنا هذه هنا، هذه الشاحنة القريبة، سنتجه نحوها. وصلت للشاحنة الثالثة، هي موجودة هناك في الأسفل. سأقف هنا يا أصدقاء. مشكل مشكل مشكل، لا أستطيع التحكم في الدراجة بشكل جيد. هيا جيد. ها هي الشاحنة الجاية، سأنتظرها هنا. حسنا. مشكل، لم أستطع أصدقاء إصابتها بالستيكي بوم. ابتعد أنت، لا أريد ضربك أنت. من اللازم تزيد علي يا أصدقاء بواسطة الماشين جان الخاص بي. هل يستطيع هذا الماشين جان تدميرها؟ لقد فجرت العجلات، على الأقل فجرت العجلات. حسنا سأستمر في التزيد عليها وسأكتشف الأمر. جيد. ممتاز، فجرت العجلات، اقتربت من تدميرها على الأقل. لا توجد عندي صواريخ مع الأسف في هذا الموتورسايكل. جيد ممتاز، لقد فجرتها. جميل، يعني في إمكانكم تفجيرها كذلك بواسطة الماشين جان الخاص بدراجتكم. الآن سنتجه نحو الشاحنة الأخيرة، هي ليست بعيدة كثيرا، يجب علينا الصعود فوق من هذا الجبل. سنفعلها بسهولة أكيد بواسطة هذه الدراجة، دراجة الصاروخ. سأضرب مرة أخرى العجلات فوق من الجبل لكي يمتلئ الصاروخ. جيد، امتلأ مرة أخرى. سأضرب فوق من هذا الجبل كذلك لكي يمتلئ. أحسنت يا، امتلئ. يا سلام عليك، كنت أن أعود للوراء لكن الحمد لله امتلأ في آخر لحظة. سأضرب هنا في هذه الطريق. جميل جدا، هيا امتلئ. يا سلام. صراحة هذه الدرجة فإنها ممتعة، سياقتها رائعة جدا. إذا تعودتم عليها فإنكم ستستطيعون سياقتها بدون أن تقوموا بأي أخطأ تقريبا. الآن ما علي فعله فقط النزول. أوكي ممتاز، ها هي. سأنزل. هذه الشاحنة فإنها متوقفة. جيد، سأستعمل ستيكي بومب. سنة، هيا احركوا. بوم، فجرتها. وبهذا سنكون قد انتهينا، حصلنا على 4000 دولار، والنايت كلوب بوبيلاريتي لقد ازدادت. ها هو طوني يتصل بي، لقد قال لي بأن الأمور فإنها جيدة جدا، والحمد لله مشاريع النايت كلوب في هذه اللحظات ستستمر، وسيأتي مزيد من الأشخاص لأننا قمنا بتدمير هذه الشاحنات الخاصة بأحد الأعداء. ليسوا الأعداء لكن من الممكن أن نسميهم منافسين، لأن عندنا العديد من الأشخاص عندهم نايت كلوبس كذلك خاصة بهم. الشيء الذي فعلناه هو أننا دمرنا السلع الخاصة بهم، وبهذه الطريقة فإن النايت كلوب الخاص بنا سيشتهر وسيأتي العديد من الأشخاص عندنا ولن يذهبوا للمنافسين. لكن أعتقد بأنني سأودعكم، أتمنى أن حلقة اليوم عجبتكم. إذا عجبتكم فلا تنسوكم بدعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا هذا المقطع مع أصدقائكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.